أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أقسم بالله. اليوم كانت الانفستيتور، اليوم كان أداء اليمين ديال فخامة الرئيس الجزائري. بعد غنقول له بداية مبروك، مبروك العهدة الثانية. اليوم بدأ الخدمة فخامة الرئيس الجزائري، وأنا اللي عجبني فيه وبين فيه إنسان محترم، أنه أقسم بالله أنه غيحترم الدين الإسلامي. أول حاجة بدأ بها، والدين الإسلامي بطبيعة الحال اش كيقول لنا؟ صلة الرحم. دونك فخامة الرئيس كتبان أنه عنده نية طيبة. اليوم أقسم بالله أنه يحترم الدين الإسلامي اللي كيقول لنا صلة الرحم. برافو، كنحييه على هذه البادرة هذه بالمناسبة. ولكن ما نساوش الدين الإسلامي في حاجة أخرى مهمة، وهذه هي باش عجبني فخامة الرئيس، أنه أقسم بالله أنه غيحترم الدين الإسلامي. والدين الإسلامي كيقول لنا احترام الجار. الإسلام كيركز لنا على احترام الجار، وهنا كتبان لك النية الحسنة ديال فخامة الرئيس الجزائري، ومصر إن شاء الله أنه يحقق داكشي اللي قالوا، خصوصا أنه أقسم بالله. وحاجة أخرى مهمة، هو فخامة الرئيس الجزائري على اعتباره أنه أدى اليمين، فهو إن شاء الله ما يبقاش يسبنا في الإعلام ديالو، ما يبقاش يعايرنا في الإعلام ديالو، غيطلب من الإعلام ديالو أنه يحترم الشعب المغربي، ويقول لهم لا هادو خوتكم في الإسلام، هادو جيرانكم، ما نأديهمش، ونبغيو لهم الخير. وهادشي اللي عجبني أنا في فخامة الرئيس الجزائري، أنا متأكد أنه غيطبق داكشي اللي قالو، خصوصا أنه أقسم بالله أدى اليمين وحط يدو على المصحف. وراه اللي ما داش داكشي المصحف يخرج فيه، اللي ما دارش داك الشيء المصحف يخرج فيه. ولكن انا عندي حسن النية في فخامة رئيس الجزائري، لانه كيبين لك انه لما ادى اليمين فهو مصر انه تعاليم الاسلام كلها ان شاء الله غيطبقها، وباذن الله خصال المسلمين كلها، انا ما عنديش شك في هذه، خصال المسلمين كلها غتكون فيه، وغتكون في الشعب الجزائري الشقيق وفي الاعلام الجزائري. غيتلقى اكيد غيتلقى الاوامر من عند فخامة الرئيس الجزائري باعتباره هو الرئيس ديال الدولة في الجزائر، غيقول لهم احترموا خوتكم في المغرب، ما تعايروش خوتكم في المغرب، وما تهضروش عليهم بالسوء، وما ندخلوش في الحاجة اللي بعيدة علينا، وما نفرقوش البلدان، الاخوة ديالنا البلدان المسلمة. انا متأكد بما انه ادى اليمين فهو غادي يرجع مارشارير، وغيقول لنا انا ماشي شغلي في الصحراء ديالكم المغاربه، انا ماشي سوقي، غيقولها، انا متاكد، لانه يقدر يخرج فيه داك القران، راه ادى اليمين، اقسم بالله انه يحترم الدين الاسلامي. وانا كما قلت لكم ما عندي شك في حسن النيه ديال فخامه الرئيس الجزائري، اللي كنتمنى له مرة أخرى، ونبغي لكم أنتم تتمنوا له إن شاء الله عهدة ثانية يحقق فيها الإنجازات كلها اللي قال بطبيعة الحال، واللي أنسيست عليها اليوم، 500,000 تقريبا، 450,000 منصب شغل الله يعاونوا فيها، غادي يحدث للشباب جوج المليون ديال السكنات للإخوان ديالنا في الجزائر بطبيعة الحال، الاكتفاء الذاتي في القمح والشعير والذرة، وبطبيعة الحال يبدا تصدير الغاز والحديد والفوسفات، وإن شاء الله يحقق جميع أماني المواطنين الجزائريين. وما تنساش وعد الحر دين عليه، فخامة رئيس الجزائر أنا كنتيق فيه، وعد بكاتكات أو كاتكاتتين لكل مواطن، فأنا متأكد أنه فخامة رئيس الجزائري غيعطي المواطنين على الأقل دوك اللي كانوا في ديك القاعة كاتكات أو كاتكاتتين بإذن الله. مبروك لفخامة الرئيس، وهذه هي خصال المسلمين. برافو لك، تحياتي.